حيفة بن محمد بن عبود. هذا مطلع 34 ذحل فيها 3 مجاهير، منها واحدة على العيلة الرامس المنهالي، والباقية الوضح والشقح كلها عيال تمام وعيال عيال تمام. 34 فحل أعتقد حالة نادرة، ولم يسجل التاريخ لا سابقا ولا حديثا مثل هذه الحالة أبد. الناس تطلع 1 2 6 7 من 34، أنا أعتقد ما حد شبك عليها يا أبو محمد. الحول ذيك هذاك مضيم ولا تمام، ولدون أخوه وعياله فرديات وبناته فرديات مع المقية، مع مقية هيف. لاحظوا المسلمين الشبوك مليانة مع كل جهة، مع ذلك ما في سلوات والمجال مفتوح للجميع، أي وقت تجي فك إن شاء الله غايتكم رادك. لاحظوا الشبوك